قبل أسابيع يعني من سفري أعلن يعني البغدادي والجولاني في تسجيلات متبادلة يعني الانقسام والانشقاق. فكان عامر المصري في النصف اللي انضم لتنظيم الدولة. طبعا تنظيم الدولة ليس مجهولا لي تماما لأن هو وريث لدولة العراق الإسلامية. التنظيم الجديد اسمه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ولكن أنا في النهاية كان اختياري على أساس اختيار عامر، يعني سواء هو انضم للجبهة كنت سانضم للجبهة، انضم للدولة كنت أيضا سانضم للدولة. فكان اختيار عامر واختيار على فكرة معظم المهاجرين انضمام للدولة. كان العمل على اللي هو إدخال المهاجرين الجدد للداخل السوري كان بيقوم به سوريون لأن هم الأعلم بالحدود. فمعظم السوريين في الوقت ده انضموا لجبهة النصرة وخصوصا يعني أمراء الحدود في الوقت ده. فأصبحت تنظيم الدولة الناشئ الجديد اللي عمره أسبوعين ثلاثة بدون هيكلية لإدخال أي مهاجر جديد. فقرروا الاستعانة ليس بجبهة النصرة اللي هم منشقين عنها، بحركة أحرار الشام اللي هي إخوانية نوعا ما وهي اللي كانت بتقوم على ذلك، وأنا قمت بالدخول عن طريقهم يعني عن طريق رجل يسمى أبو عبد الله أحرار، ودخلت الولاية محافظة إدلب، وبعد كده استلمني المسؤول الابتدائي في تنظيم الدولة كان اسمه أبو عمر التونسي، ومن هنا أصبحت منضم لتنظيم الدولة. مين تلقفك؟ قال لك ايه؟ دربك على ايه؟ بعد وصولي لأحرار الشام انضم جاء يعني عامر المصري ومعه صديق سوري، خدوني حتى يوصلوني للمسؤول الابتدائي للحدود اللي هو أبو عمر التونسي، وقالوا لي يعني انت يعني يجب عليك ان انت تقوم بالانضمام ل يعني للمعسكر حتى يتم إعادة توزيعك يعني على المناطق المختلفة أو على الإدارات المختلفة. كان الأمر بسيط جدا لأن هم تنظيم ناشئ من أسبوعين يعني مع يعني شديد البساطة، ولكن على أساس ما سيتم.